السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أحكي شي بالعربي شي بالألماني، بس ما تواخذوني على اللفظ إذا كان مو صحيح، فأنا لسه عم بحضر الفحص، يعني ماني خبير باللفظ الصحيح. بدي أحكي عن التشخيص التفريقي. differential diagnosing Obersicht der differentiellen Diagnosen der Unklargewichtsabnahme. تشخيص تفريقي لنقص الوزن المواضح. أنا الدكتور محمد حزوري، كنت نسي بروفونج فور برايتونج. نقص الوزن مع شهية طبيعية أو مرتفعة. أبيتيت نورمال أودا جشتايجات. أون جنوجندي نيرشتوب فير فيرتونج في فيرتونج. يعني عدم كفاية أو عدم استغلال الأغذية بشكل كافي. مال اسيسميلاتسيون يعني سوء امتصاص. ديابيتس ميليتوس داء السكري. دام بارازيتن الطفيليات المعوية أو الكولونية. نضل هوني بالنقص الوزن اللي بوجود شهية طبيعية أو مرتفعة. أبتيت نورمال أودا جشتايكات. إرهوتة نيرشتوف بدارف يعني زيادة الطلب على الأغذية أو زيادة الحاجة للأغذية. بصير هون عنا بالأسباب هوبا ثريوزة فرط نشاط الغدة الدرقية. كوشينج سيندروم، معروف كوشينج سيندروم هو فرط إفراز الكورتيزول الناتج عن فرط ارتفاع ACTH تبع الغدة النخامية. في أوكروموتسيتوم بسموه بالعربي مرض القواتم. هون بدنا نحكي عن نقص الوزن الجيفيتس أبنامي باي ابيتيت فيرمنتارت يعني مع الشهية المنخفضة. الأسباب كونزوميرند إيركرانكونجن الأمراض المستهلكة للتغذية. تيومر إيركرانكونجن أمراض الأورام. كوغونيشي إنفكسيون الأمراض الخمجية الجرثومية المزمنة. كمان نبقى مع الابيتيت في من دارت نقص الوزن مع نقص الشهية. بسوشوغن الأسباب النفسية. أنوركسيا نيرفوزا القهم العصبي أو نقص الشهية لسبب عصبية. بوليميا النهم العصبي أو فرط الشهية. الكحول استهلاك الكحول. نيكوتين التدخين وما يشبه أخذ النيكوتين. دروجين أبوسوس يعني سوء استعمال المخدرات أو المواد المخدرة. كمان بنبقى مع الأبيتيت فيمندات. أندغي أوزاخي الأسباب الأخرى لنقص الوزن بوجود نقص شهية. ليباتيروزة تليف الكبد. نيرن انسوفيسينس قصور الكلية. ها ان او اون دتسان الكرانكونجن أمراض الأذن أنف حنجرة والأمراض الأسنان. كمان بنبقى مع الابيتيت في مندارت.
كمان مع الأندغي أوزاخين موربوس أديسون دا أديسون هذا اللي فيه قصور قد كزرية هيرس إن زوفيتسيانس قصور القلب هوبو فيزن فودر لابن قصور الفص الأمامي للغدة النخامية كمان بنبقى مع الابيتيت فيمندات يعني نقص الوزن بوجود نقص شهية كمان بنبقى مع الانديغة والزاخن شلوكشتوغنغن اضطرابات البلع كولاجينيوزن امراض النسيج الضام او الكولاجيني هيباكالسيمي فرط كالسيوم الدم وهي أهم الأسباب ذكرناها لنقص الوزن الغير واضح أو الغير مفسر معكم كان الدكتور محمد حزوري دانكي فور زوشاون أبونيرن زي بيتي باي أونسرام كانال بس نكست مال تشوز